السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبائنا على قناتنا من جديد، قناة مو جيمين يو. نرحب بكم أصدقائنا على قناتنا، واليوم رجعنا من جديد إلى اللعبة المشهورة، لعبة كاستل كراش. طبعا اليوم نريد نشرح شرح بسيط عن اللعبة، لكن هذا الشيء يعني تقريبا البعض ما يعرفها، وأنا من الأشخاص اللي ما كنت أعرفها الصراحة، لكن الحمد لله حاليا يعني افتهمت السالفة وعرفت شنو المطلوب من هذه البطاقة. طبعا هي البطاقة المعروفة هي بطاقة المانجا، بطاقة المانجا اللي هي هذه الموجودة أمامكم، لكن الأغلبية تقريبا يستخدم هاي البطاقة هو ما يعرف يعني هي شنو الفائدة من الترقية اللي فيها، أو كيف راح تظهر البطاقة اللي راح يضعها بعد استخدام بطاقة المانا، المانا وليست المانغا. طبعا مثل ما تشوفون هنا الكتابات او الاوراق، فيقول لك البطاقات الشائعة، واللي هي البطاقات الشائعة عدة بطاقات شائعة مثل هذه، هذه بطاقة شائعة، فاذا استخدمت هذه البطاقة مستوى هذه البطاقة بطاقة المانا واستخدمت وراها بطاقة شائعة راح توصل هسه أول ما يطلع مستوى، يطلع مستوى 8. طبعا يطلع مستوى 8 بغض النظر عن مستوى اللي هي بالبطاقة، يعني إذا كان 10 أو 12 فهو راح يطلع مستوى 8، يعني مستوى البطاقة راح يعتمد اعتماد كامل على مستوى المانا وهكذا. طبعا فإذا كان هنا هسه مثلا مستوى النادرة، النادرة ايضا نفس الحالة راح تطلع مستوى 6. طبعا عندنا بطاقات نادرة الكل يعرفها، الملحمية والبطولية هي نفس المعنى، وهذا اللي طبعا حبيت انه اوضحه لكم اول قبل ما نبدي باللعبة من جديد، لان صراحة هذه المعلومة تعلمتها بالجديد فحبيت انه اشارككم بها. طبعا مثل ما تشوفون انا اليوم دخلت هذه القلعة، اللعبة جدا صعبة، دخلت بالجديد للقلعة، فبعد يحتاج مشوار طويل. يلا ادخل الى الدوريات، خلينا نجرب وندخل ونشوف ونقول بسم الله ونجرب حظنا. طبعا هذه اول جولة راح ادخلها بداخل هذه القلعة، طبعا من قبل فات مفتوحة للقلعة، فتحتها من قبل ولعبت بها، لكن هذه اول مرة راح ادخل هذه القلعة بعد التحديثات الاخيرة للعبة. طبعا بعد اكثر من شهر تقريبا من تغيير خطط وعمل خطط جديدة، يلا قدرت انه ادخل لهاي القلعة بالتحديثات الجديدة. فهسه بسم الله نبدي نجرب حظنا، ان شاء الله نقدر نجيب بها رقم نفوز، اما الرقم فما ظنيت انه احد يقدر يجيب بها رقم. طبعا هسه مثل ما تشوفون الوضع، الله والله عرفت، يلا عادي اذا خسرنا. طبعا طبعا من الالعاب اتوقع اللي يعرفني يعني من الالعاب اني ما اتكلم الصراحة. يا اخي والله عادي يعني الصراحة صارت جيد جيد جيد. طبعا هسه نحتاج ننزل، طبعا شيء تتوقع يعني او تمنيت انه والله عرفت. شوف شلون من صدق هذا اللي يريد يخسرك، يعني حاط له تنينين وهكذا. طبعا احنا خسرنا. طبعا اللي تلاحظه باللعبة بعد التحديثات وبعد ما ظهر ظهرت هذه اللي تستطيع من خلالها انه تاخذ اوراق اسطورية، لكن تحتاج وقت.
أصبح أغلب اللاعبين يمتلكون بطاقات أسطورية عالية المستوى. صراحة أنا أتذكر قبل أول ما بديت ألعب هاي اللعبة، يعني كانت يعني نادرا ما تجد أوراق أسطورية تجدها أمامك. يعني كنت أنا ألعب قبل، كنت أوصل إلى المستوى، أوصل لمستوى 8 القلعة الثامنة، لكن ما كان فيها أوراق أسطورية للاعبين. تقريبا اللاعبين يلعبون بشكل عادي. هسه حاليا نحاول إنه نعبر. نحاول يلا يلا جيد يا أخي، شنو هالحظ الجاي والله. إذا صدق حظ جاي. يا اخي يلا 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 يلا، ما ظل شيء والله والله عيب يعني. يعني ما بقى شيء، يعني والله عيب انه نخسر بالنهاية. يلا يلا يا سلام يا سلام، والله فزنا. طبعا مع الأسف بلغت الحد اليومي. الصراحة لعبتها كثير اللعبة لأجل انه اوصل هاي القلعة. تمنيت انه اقدر اعرف يعني المقدار الذهب اللي تعطيه بهذه القلعة، لان قبل من كنت في هذه القلعة كانت تعطي 12 ذهب او 11 ذهب، كانت تعطي 11 ذهب، لكن الان هي مستوى 8 يعطي 11 ذهب. فأتوقع انه هاي القلعة تعطي 12 ذهب، لكن كنت اتمنى انه اتأكد يعني. لكن مثل ما تشوفون هسه حاليا قدرنا انه نعبر ونتعدى هذا العدو. طبعا البعض يقول يعني او يتوقع انه هذه اللعبة يعني انت تلعب مع كمبيوتر وليس مع اشخاص. صراحة انا كنت اتوقع هذا الشيء ايضا، انه انا العب مع كمبيوتر، لكن الصراحة مرة من المرات لعبت مع حساب، هو هذا الحساب اني اعرف صاحبه، هو كلمني على القناة وعرفت انه صحيح انه احنا نلعب مع اشخاص وليس مع الكمبيوتر. طبعا هسه راح نجرب حظنا من جديد ونقول بسم الله ونبدأ جولة جديدة. يا رب بسم الله. يلا يا ترى نقدر نجيب بيها ونفوز لو راح نخسر من جديد؟ طبعا شباب سوريا شباب سوريا شباب سوريا. طبعا اريد ارفع مستوى المانجا، لان الصراحة الأوراق تنخفض بشكل كبير من استخدم المانجا، مستويات الأوراق تنخفض بمستوى كبير. مثل ما تشوفون أن هذا المستوى أنا موصله مستوى 11، لكن مع المانجا راح تنخفض إلى مستوى، ياه. وهذا طبعا السبب الثاني اللي يريدني اريد صراحة ارفع بمستوى المانجا، لان شوف هسه يعني ما راح نقدر. شوف شنو شلون خطأت وين على
طبعا شوف والله قطعت، والله قطعت يعني صراحة دائما أنا ما أستغني عن ديك البطاقة، لكن من صدق قطعنا هالمرة خطأ كبير. من أحتاج إنه قدرنا هسه، قدرنا تقريبا مسيطرين، ما نقول احنا مسيطرين كثير لكن مسيطرين. والله صراحة ما أدري، يا سلام وانتصرنا وانتصرنا عليه. شكرا شكرا حبيبي، لا تنسى تضع اللايك وتشارك بالقناة ليصلك كل جديد وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.